לך, אתה מלאב כמו. אשכלג בחבר, מסע אחר, אהלן וסהלן בלחודור הקראם, בסם מעהד התנמיה, הבחוד והתנמיה, נרחב בכם ונתשרף בסיבאפת המפקר העיראקי, אסתד הדוקטור עבד אל-חסן שעבאן, והוא ילקי محاضرته المرسومة الشرق الأوسط الجيوبوليتيك وتضاريس السياسة الراهنة. وكما افتهم من حضرة الدكتور سيعرج سريعا على تضاريس السياسة الراهنة وعلاقة الفكر والثقافة في الوضع الراهن أو في زمن الحالي في الشرق الأوسط عام، وسيتوقف عند تعقيدات السياسة في العراق وفي المنطقة والإقليم، وأخيراً سيتوقف عند التحديات التي تواجه إقليم كردستان. فأهلاً ومرحباً بكم ومرحباً أهلاً ومرحباً بحضرة الدكتور عبد الحسين شعبان. وقبل أن يلقي سيد الدكتور محاضرته لا وهو عبد الحسين شعبان دكتور عبد الحسين شعبان باعتقادي وباعتقاد جميعنا في كردستان نعرفه جيدا غني عن التعريف ولكن لا بد من تقديم نبذة مختصرة أو اقتبس نبذة مختصرة عن حياته الأكاديمية و أبحاثه ومساهماته الفكرية والسياسية والثقافية. ولد الدكتور عبد الحسين الشعبان في مدينة النجف عام 1945 من أسرة نجفية عريقة. أكمل دراسته الجامعية في بغداد وتخرج من كلية القانون الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغداد 67-68 من القرن المنصرم، وحاز على درجتي الماجستير في العلاقات الدولية في القانون العام 1973 و1976، ونال درجة الدكتوراه مرشح علوم في قانون، دكتوراه فلسفة العلوم القانونية من أكاديمية العلوم التشيكوسلوفاكية معهد الدولة والقانون 1977. عمل أستاذاً في جامعة بغداد مركز البحوث الفلسطينية وأستاذ في القانون الدولي جامعة صلاح الدين في أربيل وأستاذ فلسفة اللاعنف في جامعة أونور بيروت وأعتقد لحد الآن نائب رئيس جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان في لبنان والعالم العربي أونور. طبعاً وله مكتب استشاري في لندن عاصمة بريطانية وعمل في مجال اللاعنف والتسامح والسياسة الدولية وفي ميدان حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، وهو طبعا ناشط وباحث له اسمه في مجال حقوق الإنسان، وأعتقد عمل فترة رئيس جمعية حقوق الإنسان العربية. صدر للأستاذ الدكتور عبد الحسين الشعبان 70 كتاب في مواضيع القانون والسياسة الدولية والصراع العربي الإسرائيلي والأديان وقضايا الفكر والثقافة والأدب والنقد. وأعتقد هذا الكتاب اللي الآن بين أيدينا في الحاجة إلى التسامح، ثقافة القطيعة وثقافة التواصل،
هو الكتاب الأخير للأستاذ الدكتور عبد الحسين شعبان. طبعا وصدر عنه 3 كتب تكريمية، وبالطبع حاز على العديد من الأوسم والجوائز من جامعات ومهرجانات ثقافية وفكرية، وطبعا هو عضو في العديد من المنتديات والمراكز الثقافية والفكرية والمهتم بحقوق الإنسان والدفاع عن الحرية. والآن أترك التحدث للأستاذ الدكتور عبد الحسين شعبان ليتحفنا بالمحاضرة في القيم. تفضل. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرزاق، وشكر موصول إلى معهد التنمية والديمقراطية وللصديق العزيز أستاذ سرو قادر. وأنا سعيد جدا بوجودي مع هذه النخبة الفكرية والثقافية والحقوقية والكوكبة اللامعة من أصدقاء أعزاء أعتز بصداقتي الطويلة للأمد معهم. ولأول مرة موجود في هذا المعهد، وكنت قد سمعت عنه منذ فترة، ولذلك أنا الآن في غاية السعادة أن أتواصل مع هذا الإطار الفكري الثقافي الجديد، لأني أعرف العاملين فيه ومدى اهتمامهم بالثقافة والفكر وتناول السياسة من زواياها الفكرية. أرحب بسيدة، لازم أبدأ منها أقول سيدتي ثم أقول السادة الأعزاء الضيوف الكرام، أحييكم في هذه الأمسية التي ينظمها المعهد للحديث عن جيوبوليتيك الشرق الأوسط واللحظة أو تضاريس اللحظة السياسية الراهنة. فكرت قبل أن أعد رؤوس أقلام لهذه المحاضرة من أين أبدأ؟ هل أبدأ من الفكري وأنتهي بالراهن واليومي، أو أبدأ من الراهن واليومي وأنتهي بالفكري والثقافي؟ ولذلك تنازعني اتجاهان. الاتجاه الأول الذي يدعوني للبدء بالفكر والثقافة ثم ننتهي إلى ما هو راهني وملموس بالوقت الحاضر، أو أبدأ بما هو راهني وملموس لأنتهي بما هو فكري. سأحاول أن أزاوج ما بين الاتجاهين. إذا أردنا أن نبدأ مما هو راهني، سأبدأ بدون أدنى شك من أحداث حي الجراح في القدس الشريف التي انتقلت وعمت لتصبح انتفاضة كبرى في فلسطين المحتلة، امتدت إلى غزة وأثرت تأثير كبير. ولعل القراءة التي توصلت إليها خلال هذه الفترة ربما لها تأثير كبير على قضية الجيوبوليتيك، ليس على صعيد الحاضر المنظور، لكن ربما على صعيد المستقبل، لأنها أعادت الكثير من الحسابات الجديدة، أو وضعتنا أمام تحديات وحسابات جديدة. لابد أن نقرأ المشهد السياسي من زاوية أخرى مختلفة عما قرأناه طيلة السنوات 73 على احتلال فلسطين إلى اليوم. هذا الحدث الذي حصل في القدس لأول مرة يمتد إلى الداخل الفلسطيني. شهد الداخل الفلسطيني انتفاضة لمليونين إنسان يعيشون داخل الخط الأخضر، ما يسمى بالخط الأخضر. وهذه الانتفاضة حدثت نقلة نوعية بعلاقة الشتات مع الداخل الفلسطيني ومع فلسطيني 48. ماذا يعني هذا؟ خصوصا وكان على أعتاب حكومة إسرائيلية جديدة. الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما سوف لا تمنح الثقة بعد انتخابات 4 مرات إلى نتنياهو. ربما ستأتي المعارضة بتيار جديد وبقيادة جديدة سببها ما حصل من انتفاضة ومن عدوان على غزة ابتدأ وما زالت تأثيراته باقية. صحيح أنه استمر 11 يوما، لكن تأثيراته باقية
وستبقى ربما لحين. لماذا أقول هذا؟ لأن لأول مرة يحصل تحول داخل المجتمع الإسرائيلي. 185 مثقف وفنان وأديب وجنرال سابق بالجيش الإسرائيلي يقدمون مذكرة إلى المحكمة، إلى محكمة الآي سي سي، إلى محكمة المحكمة الدولية، محكمة الجنايات الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، يقدمون طلب للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية. وهذا الحدث لم يحدث على الإطلاق. شيء آخر، 191 منظمة على المستوى العالمي بما فيهم منظمات مثل Human Rights Watch قدمت طلب أيضا وبقى يعني عرضت تقارير مهمة تتهم بها الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم كبيرة في فلسطين. هذا الحدث حدث يحدث لأول مرة ربما. هذا الحدث له علاقة بترسيم التوازنات خصوصا ما بين قضيتين مركزيتين مهمتين. كانت المطالب الوطنية لفلسطيني 48 تريد المساواة، تشتغل على حقوق المواطنة. إلى حد ما كانت الحقوق الوطنية الكبرى المتعلقة بحق تقرير المصير هي تأتي في المرحلة الثانية. لأول مرة يحدث نوع من التوازن بين المطالب الوطنية بالمواطنة وبين الحقوق الوطنية الكبرى الخاصة بحق تقرير المصير باعتباره مبدأ قانوني مقر في ميثاق الأمم المتحدة وتقره العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وهذا تطور جديد في الواقع الفلسطيني. حتى منظمة اليونسكو التي كانت لوقت قريب قد نقضت الرواية الإسرائيلية بشأن التنقيب بدت كأنها واقعا دوليا جديدا، الأمر الذي سيؤثر على واقع الجيوبوليتيك في المنطقة. هذا ردت فقط يعني أدخل هذا المدخل لكي أقول أن هناك تطورات كبيرة. طبعا هذه التطورات لها علاقة بالملف النووي الإيراني، هذه لها علاقة بما يجري في سوريا، هذه لها علاقة بما يجري في اليمن، لها علاقة بما يجري في ليبيا، لها علاقة بالصراع الدولي بين روسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، بين الصين والولايات المتحدة من جهة أخرى، ليس على صعيد أوضاع الحاضر وإنما على صعيد أوضاع المستقبل. ستكون مثل هذه التغييرات جزء من القراءة الجديدة للواقع الجديد. كيف يمكن أن نقدم رؤية فكرية جديدة إذن لواقع الجيوبوليتيك ومشكلات الجيوبوليتيك؟ هل نبدأ من السياسة ونذهب إلى الثقافة أم نأتي من الثقافة إلى السياسة؟ وما علاقة الثقافة السياسية والسياسة الثقافية؟ وأساس الإشكالية هي علاقة السياسي بالثقافي. وإذا كانت الغايات والأهداف المعلنة واحدة أو موحدة أحياناً بين الثقافي والسياسي أو بين الثقافة والسياسة، خصوصاً حين يكون الإنسان والعدالة هدفهما، إلا أن الوسائل للوصول لتحقيق هذه الأهداف قد تختلف ما بين السياسي وما بين الثقافي. وأسأل، هل السياسة غاية أم وسيلة؟ وما هي علاقة الغاية بالوسيلة؟ يقول مهاتما غاندي: الغاية إلى الوسيلة هي مثل العلاقة بين الشجرة والبذرة، والشجرة والغاية، الغاية بعيدة
وغير منظورة أو غير ملموسة. أما الوسيلة فهي المنظورة وهي الملموسة، وبهذا المعنى تكون الوسيلة جزء من الغاية، جزء لا يتجزأ من الغاية، إذ لا غاية شريفة ونبيلة وعادلة بدون وسيلة شريفة ونبيلة وعادلة، لأننا نتعامل مع الممارسة اليومية، الأهداف قد تكون موحدة أو متقاربة، الكل يتحدث عن العدالة والسمو الإنساني ويريد أن يصل إلى تحقيق المساواة والعدالة وإلى آخره، لكن الخلاف دائما يجري في الغايات، وفي الغاية هنا مقتل، وفي الوسيلة مقتل للغاية أحيانا. حتى أكثر النظريات والأيديولوجيات والأديان، حتى أكثرها أقول، لا تمنع من ارتكاب الجريمة، خصوصا بادعاء الأفضليات والزعم بامتلاك الحقيقة. لذلك المعيار يأتي بالتطبيق، يأتي بالممارسة، يأتي بالوسيلة. أي وسيلة تختار سأستطيع أن أحدد لك غاياتك. إذا اخترت وسيلة غير نبيلة وغير شريفة بزعم تريد الوصول إلى غاية شريفة، ستصل إلى نتائج أخرى، وهكذا بررت جميع الأنظمة والأيديولوجيات والأديان أحيانا ممارسات لا إنسانية بزعم أن الهدف إنساني وهكذا. لذلك لابد أن تكون الوسيلة منسجمة مع الغاية. حسب أرسطو، السياسة هي تحقيق الخير العام، وهي فن الممكن كما قال بها العديد من المفكرين والممارسين أيضا. وفقا لعبد الرحمن بن خلدون، العدل بالعمران والخراب بالظلم. دكتور البروفيسور دكتور شيرزاد لديه كتاب دراسات في السياسة يعرف السياسة بأنها تحقيق، يعني العمل لتحقيق الخير العام. بدون الخير العام، بدون الوصول إلى الخير العام، لا يمكن أن نسمي الأمر سياسة. ولذلك للوصول إلى الخير العام لابد من وسيلة سياسية نبيلة وشريفة وصولا إلى تحقيق هذا الخير العام. هذا ربما المدخل أو المقاربة الأولى للحديث عن علاقة السياسي بالثقافي، لمقاربة السياسة من زاويتها الفكرية. المقاربة الثانية، هل السياسة التي نتحدث عنها في أزمة؟ هل السياسيون في أزمة؟ ما هي مظاهر هذه الأزمة؟ هل هي أزمة فكرية؟ هل هي أزمة أخلاقية؟ هل هي أزمة اجتماعية؟ هل هي أزمة قيادة؟ أم هي أزمة عامة مترابطة ومتشابكة، بحيث لا يمكن فصل هذه الأزمة عن المسارات العامة التي نتحدث عنها؟ لذلك لابد من إعادة قراءة للواقع، إعادة قراءة ونقد لهذا الواقع، سواء ما يتعلق بالفكر السياسي أو ما يتعلق بالفكر الديني أو ما يتعلق بالأساليب، إضافة إلى عدم الثقة أحيانا بالممارسة كما نشاهدها. إذا أردنا الحديث عن الفكر الديني، لا يمكن إصلاح المجتمع بدون إصلاح الفكر الديني، ولكي يتم إصلاح الفكر الديني يتطلب خطاب ديني من نوع جديد، باعتبار الخطاب هو انعكاس للفكر. وحسب هوبز، كل إصلاح مفتاحه الفكر الديني. ما هي إذن مظاهر هذه الأزمة التي نتحدث عنها؟ لعل أهم مظاهر هذه الأزمة أننا نضع الأيديولوجيا محل الواقع، وبأن نركب الواقع في ضوء الأيديولوجيا، في حين علينا أن نخضع الأيديولوجيا للواقع من أجل تطوير هذا الواقع وتغيير هذا الواقع. نتحدث
بالعموميات ونهمل في الكثير من الأحيان الجزئيات، في حين أن الجزئيات توصل إلى التعميم من خلال الممارسة ومن خلال التطبيق. في الكثير من الأحيان نحتكم إلى التنظيرات ونهمل الممارسة، والتنظير يحاول أحياناً لي عنق الحقيقة بحيث نريد أن نفصل الواقع وفقاً للنظرية بدلاً من تفصيل النظرية وفقاً للواقع واختبار النظرية عبر الواقع. ولذلك يبقى المعيار هو التطبيق، هو البراكسس. لا نظرية صحيحة بدون التطبيق. إذا لم نحتكم إلى التطبيق، إذا لم نجرب النظرية بالتطبيق، لا يمكن الحديث عن نجاح، ولا يمكن الحديث عن منجز. ولدينا تجارب بلدان التحرر الوطني والبلدان الاشتراكية السابقة وبلدان الإسلام السياسي الآن، كل الحديث بالتنظيرات العمومية لا تصمد أمام الوقائع الدامغة التي عاشتها الكثير من البلدان والشعوب. هذا الأمر قاد في الكثير من الأحيان إلى عملية انفصال ما بين الواقع وما بين التطبيق، وفي كثير من الأحيان يتم القفز فوق الواقع، خصوصا بعدم التواضع لمن هم بيدهم السلطة أو بيد السياسيين الذين يتحكمون في بمصائر الآخرين، عبر مكابرة أحياناً، عبر تضخيم الذات، عدم الاعتراف بالخطأ، الاستمرار حتى مع الفشل، إضافة إلى التستر على مظاهر الفساد والهروب من المحاسبة ومحاولة الوقوف ضد أي عملية تغيير، لأن عملية التغيير ستطال النخب المتحكمة بالآخرين سواء كانت في السلطات أو في المعارضات السياسية. ودائما ما تكون المعارضات السياسية هي وجه آخر من أوجه السلطة. أين الخلل في كل ذلك؟ الخلل في غياب العقلانية والواقعية، الخلل في عدم الاعتراف بالتنوع والتعددية، الخلل أيضا في غياب أو ضعف ثقافة الحوار والزعم بامتلاك الحقيقة وادعاء الأفضليات، وغياب الثقافة الحقوقية والثقافة القانونية بشكل خاص، لا سيما الفصل بين السلطات من جهة في حالة الحكومات، وضعف استقلال القضاء وغير ذلك، وغياب ثقافة المساواة والنظرة القاصرة إلى المرأة في الجانب الاجتماعي، وغياب وشح الحريات بالطبع، لا سيما حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية التنظيم الحزبي والنقابي والاجتماعي، وغياب الحق في الشراكة في الوطن الواحد، وغياب الحق في المشاركة أيضا بأسباب تتعلق بالتمييز وغير ذلك. ثم هذه النظرة الإطلاقية الواحدية والحديث بالجملة، وغياب النسبية والتنوع والاعتراف بالآخر، وعدم تقدير ثقافة الإنجاز واعتماد الشعارات والدعاية البيضاء بالنسبة للحكومات. دائما الحكومات تتحدث عن منجزاتها حتى وإن كانت منجزات لفظية، في حين المعارضات دائما تسود السياسات والحكومات بدعاية سوداء تلغي حتى بعض المنجزات التي تحققت لأسباب تتعلق بظروف الصراع. وحالما يتم تبادل المواقع حين تنتقل السلطات إلى المعارضات، تحاول أن تسود صفحة السلطات وتبيض صفحتها، والعكس صحيح أيضا. وأكثر من ذلك غياب المؤسسية وغياب المساءلة والشفافية، وفي الكثير من الأحيان إدغام الشخصي بالعام، ما هو شخصي يصبح عاما وما هو عام يصبح شخصي، بما فيه ملكية الدولة وملكية المؤسسات،
حتى في المعارضة دائما ما يعني تأخذ باسم السرية وباسم ظروف العمل السري والملاحقة أحيانا تجري تجاوزات وهناك فساد تحت عناوين مختلفة. المقاربة الثالثة تتعلق بالنظام الدولي وكيف انتقل خلال 30 عاما ونيف من نظام القطبية الثنائية إلى نظام القطبية الواحدية أو القطبية الأحادية، خصوصا بعد انهيار الكتلة الاشتراكية وتحلل الاتحاد السوفيتي والانتقال بالصراع الأيديولوجي من شكل إلى شكل آخر، بحيث أصبح الإسلام هو الخطر الرئيسي واخترع أحيانا اختراعا مثل هذا العدو لغرض الإبقاء على مناطق النفوذ وإبقاء على شكل من أشكال الحرب الباردة الجديدة تحت عناوين مختلفة. لهذا وجهان، يعني هذا الانهيار حصل بوجهين. الوجه الأول سلبي، غياب هذه التعددية في الأقطاب الدولية وهيمنة قطب واحد، ولكن من جهة أخرى كانت مرحلة في انبعاث الهويات الفرعية، صعود الهويات الفرعية وانتشار الموجة الديمقراطية وارتفاع حركة حقوق الإنسان والمطالبة بالحريات والحقوق، كل هذا أفرز واقعا جديدا على المستوى الدولي. صعود الهويات كان بسبب الاضطهاد والتمييز القومي والديني واللغوي والسلالي وإلى آخر ذلك، غياب مبدأ المساواة وعدم إمكانية للتعبير عن الخصوصية الهويات الخاصة والانغلاق والعزلة التي تسببت مقابل الهيمنة والاستتباع. صحيح أن بعض القوى الخارجية حاولت وتحاول النفاذ إلى موضوع الهويات لاستغلاله بأشكال مختلفة، ولكن من جهة أخرى أصبح هذا الأمر واقعا جديدا، إذ أن العديد من البلدان نشأت بسبب الانشطارات التي حصلت، لا سيما وأن قسما منها لم يكن يتمكن من تحقيق مصيره في ظل الأنظمة الشمولية السابقة. هذا أصبح أمرا واقعا بالوقت الحاضر، والكثير من الدول انتمت إلى الأمم المتحدة بعد أن تهيئت الظروف لقيام دول حديثة وجديدة بسبب انشطار الكثير من المجتمعات. أي أن الشعور بالمواطنة أخذ شكلا جديدا عبر تأسيس حركة لمواطنة قائمة على أساس التكافؤ وقائمة على أساس المساواة وعلى أساس الحوار وعلى أساس قبول حق الاختلاف والإقرار بحق الآخر. دعوات الحوار لم تكن ليتم الاستجابة إليها. أتذكر أنني وبكل تواضع أقول أول من دعا لحوار عربي كردي. قبل 30 عاما نظمنا حوارا عربيا كرديا في لندن بحضور 50 مثقفا، 25 مثقف كردي و25 مثقف عربي. وهذا الحوار ناقش كل الإشكاليات التي تعاني منها المنطقة والإقليم بشكل خاص منذ ذلك الوقت إلى اليوم. ما الذي نعنيه بالمواطنة؟ ما هي المواطنة؟ ما هي أركان المواطنة؟ ما الذي نعنيه بالحكم الذاتي؟ وكيف يمكن أن يقوم الحكم الذاتي؟ ماذا نقصد بالفدرالية وأي نوع من أنواع الفدرالية؟ ماذا نقصد بحق تقرير المصير؟ هل إقامة دولة مستقلة؟ خصوصا إذا ما تعذر العيش المشترك ووصل إلى طريق مسدود، أم الاحتراب إلى ما لا نهاية؟ كل هذه الأمور نوقشت منذ العام 91 و92 تحديدا بالحوار العربي الكردي الأول، ونوقشت مرة أخرى في العام 98 في القاهرة
بحضور مام جلال الطالباني وحضور كل القيادات الكردية كما حضرت بالمرة الأخرى باستثناء مام جلال لم يحضر بالمرة الأولى. نوقشت هذه برأس بارد وقلب حار، خصوصا أن هناك مشتركات كانت تجمع المعنيين للحديث بمثل هذا الحوار. أكثر من هذا، كنا قد وسعنا فكرة الحوار خصوصا بسبب الاشتباك الذي حصل في الإقليم، دول الإقليم أقصد، مشكلة الكردية في تركيا، مشكلة الكردية في إيران، مشكلة الكردية في سوريا، تعقيدات الفيدرالية العراقية في العراق اللي اسماها صديقي الدكتور شيرزاد، أننا عندما نتحدث الآن عن الفيدرالية نتحدث عن وهم لا وجود لفيدرالية حقيقية في العراق، من زاويتين، لا من زاوية السلطة الاتحادية ولا من زاوية الحركة الكردية أو الإقليم عندما يتحدث عن فيدرالية. الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر، إلى حوار من جديد، حوار أيضا بقلب حار وبرأس بارد للإشكاليات انطلاقا من معايير قانونية ودستورية وحقوقية، وأخذ بنظر الاعتبار هذه التجربة بما لها وما عليها. أين مكامن الفشل؟ أين النواقص؟ أين العيوب؟ أين الثغرات؟ وما هي المنجزات والإيجابيات التي تحققت خلال هذه السنوات؟ وسعنا دائرة الحوار مجدداً، وأنا أدعوكم للانضمام إلى هذا الحوار أيضاً، هو حوار بين مثقفي الأمم الأربعة في المنطقة. قلنا أربع أمم تعيش في المنطقة: الأمة العربية وهي أكبر الأمم في دول المنطقة، الأمة التركية وهي كبيرة جداً، والأمة الفارسية وهي كبيرة توازي ربما الأمة التركية أقل أو أكثر، والأمة الكردية. ثلاث أمم لها دول، إلا الأمة الكردية بلا دولة. ومع ذلك هذا الحوار لنسميه حواراً مجتمعياً، حواراً بين مثقفين، وابتدأنا هذا الحوار لأول مرة في تونس. حضره أصدقائي الدكتور نجدت، بروفيسور الدكتور شيرزاد عن الكرد، ومثلوا الكرد أحسن تمثيل في واقع الأمر. لم نكتفي بهذا، وإنما شكلنا منظمة للتكامل الإقليمي تتحدث عن حوار بين مثقفي الأمم الأربعة. ما هي المشتركات؟ لا سيما المشتركات الثقافية. كيف يمكن أن نكمل بعضنا البعض؟ ما هي التحديات؟ ما هي عناصر نجاح هذه العلاقات؟ وما هي الكوابح والتحديات التي تواجه التلاقي والمشتركات الإنسانية بين هذه الأمم الأربعة؟ الأكثر من ذلك، أننا أقنعنا سمو الأمير الحسن إلى حوار لمثقفي الأمم الأربعة، فوجه الدعوة باسمه لحضور مثقفين من تركيا ومن إيران ومن العرب، فلسطينيين ومغاربة وعراقيين وأردنيين ومصريين من كل العرب، ومثقفين من كردستان أيضا. وحضر أصدقائي من هنا، وحضر من السليمانية أيضا لطيف رشيد وآخرين لهذا اللقاء الرباعي لمثقفي الأمم الأربعة، وبحثت فيه مشكلات وإشكاليات، ولكن جرى التركيز على ما هو جامع وليس على ما هو مفرق. قلنا لنبحث في الجوامع المشتركة ونقلص من الفوارق، نبحث في الجوامع، نعظم الجوامع ونقلص الفوارق، وهو ما استخدمه سمو الأمير عند ذلك الوقت. جرى التركيز أيضا على حوارات من نوع آخر، حوار بين أتباع الديانتين
المسيحية والإسلامية. وهذا الحوار له أهميته خصوصا عندما حضر البابا لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي، ووقعها من جانب المسلمين شيخ الأزهر الدكتور الطيب. هذا الحوار لم يكتفي بهذا القدر الدعائي أو الإعلامي أو السياسي لأغراض مختلفة، وإنما اكتسب بعدا آخر بحيث اعتبر يوم 4 شباط من كل عام هو يوم الأخوة الإنسانية. حبذا نعقد أمسية أو ندوة أو سيمينار يوم 4 شباط القادم باعتبار يوم الأخوة الإنسانية، ونقسم إلى قسمين، جزء منه حوار إسلامي مسيحي وجزء منه حوار عربي كردي، أو لنتسع أكثر حوار بين مثقفي الأمم الأربعة. نعقد جلسة هنا تحت هذا العنوان بهدف أن يأخذ الأمر مدى. لماذا أقول هذا؟ لأن الأمم المتحدة قررت اعتبار يوم 4 شباط هو يوم للتآخي الإنساني. هذا القرار صدر يوم 22 ديسمبر عام 2020. كل سنة راح يصير احتفال بهذا اليوم باعتباره يوم للأخوة الإنسانية. الحوار بتقديري ينبغي أن يتخطى المجاملة، يتخطى البروتوكول. نتحدث بالمشكلات لكن بما يجمعنا وليس بما يفرقنا، نتحدث بالتحديات والمشكلات ولكن من زاوية نظر لما هو يقرب وليس بما هو يباعد، أي أننا نتحدث من زاوية مبادئ التسامح ومبادئ اللاعنف والمصالح المشتركة، مقدمين نقدا ذاتيا وقراءة جديدة، كل منا لنفسه إزاء الآخر بما يطهر وينقي الأجواء باتجاه المزيد من التقارب. فكرة الحوار ماذا تعني؟ وهو ما أحاول أن أركز عليه في هذه الدقائق المعدودة، يعني نبذ العنف فيما بيننا، لتكن مشكلات فيما بيننا، وهي مشكلات كثيرة موجودة، زاوية النظر تختلف، كل منا يريد أو لديه مطالب لدى الآخر، لكن لننبذ العنف أولا، لنقبل أحدنا بالآخر ثانيا، لنبحث في حلول سلمية للخلافات التي تجري فيما بيننا. لا نزعم كل منا أنه يحتكر الحقيقة، نبحث عن حلول وسط، عن حلول مقبولة من الطرفين، نبحث عن مصالحات حقيقية ليس مصالحات شكلية، ليس بوسلحة، ليس بين قيادات أحدهما عندما يترك الآخر يقول له ذولا كراد وهذا يقول له ذولا شيعة وذولا معروف إيش ذولا كذا. لا، لنبحث كمثقفين بطريقة مختلفة عن هذا الحوار، وهو حوار أجريناه على مدى عقود ربما من الزمان، عشنا مع بعض وأكلنا مع بعض وشربنا مع بعض وناضلنا مع بعض بطرق مختلفة فيها نقد وفيها نقد ذاتي إلى آخره. ولنبحث أيضا بوسائل قانونية جديدة. على سبيل المثال الدستور، كل منا يفسر الدستور بطريقته الخاصة. لو قلت لي هذا الدستور هو دستور المواطنة سأقول لك لا، فيه حديث عن المواطنة لكن فيه ما يلغي المواطنة، فيه حديث عن المكونات، والمكونات تعني نظام للمحاصصة، والمحاصصة تقوم على الزبائنية السياسية، والزبائنية السياسية لا تستهدف الصالح العام أو الخير العام أو الخير العميم كما يسميها أصدقائي. الهدف إذن سيكون مختلفا. لهذا أقول لابد من البحث بوسائل جديدة مختلفة
بوسائل قانونية عندما نعيد قراءة النظر، لأن لو قلنا أشرت إلى المكونات، الزبائنية تقول على المغانم، أنت من جماعتي كفو غير كفو أنا راح أجيبك، لأن نظام المحاصصة هكذا يتوصل بالنتيجة إلى مثل هذه المقررات. والنظام المحاصصة ورد في الدستور على شكل مكونات، بمقدمة الدستور ورد مرتان إشارة إلى المكونات، وبالمادة 9 وبالمادة 12 وبالمادة 49 وبالمادة 125 وبالمادة 142، وهذا إلغاء لمبدأ المواطنة بشكل أو بآخر. وهذا إذا انعكس على مفاصل الدولة وأجهزتها لا سيما أجهزة الرقابة وغيرها، سيكون أمر خطير وخطير جدا إذا ما حدث ذلك، لأن هذا سيؤدي إلى تطييف المجتمع، إلى تمذهب المجتمع، إلى الإغراق في الخصوصيات على حساب المصالح المشتركة، ويؤدي بشكل أو بآخر إلى التعصب، وكل تعصب يقود إلى التطرف إذا ما انتقل إلى السلوك. والتطرف هو ابن التعصب، وإذا ما أصبح سلوكا سيصير عنفا، والعنف إذا ما ضرب عشوائيا سيقود إلى الإرهاب، وإذا ما صار عابرا للحدود سيصبح إرهابا دوليا بهذا المعنى. ولهذا أقول يحتاج منا إلى إعادة النظر، زاوية النظر ينبغي أن تكون مختلفة إذا هذه القضايا يدخل عليها العامل الإقليمي، وهو عامل كبير، إيران من جهة، تركيا من جهة، الولايات المتحدة من جهة، وكل المجتمع، كل القوى المتنفذة والكبرى الإقليمية والدولية مشاركة بشكل أو بآخر، مما أدى إلى تعويم الدولة. الدولة أصبحت معومة، وما دون الدولة أصبح ما فوقها. ما هي عناصر ما دون الدولة؟ عناصر ما دون الدولة: العشيرة ما دون الدولة، القبيلة ما دون الدولة، الطائفة ما دون الدولة، الدين ما دون الدولة. كل هذه المرجعيات أصبحت مرجعيات ما فوق الدولة أحيانا، ولذلك تشظت الدولة وانتشر السلاح، بل عم السلاح، وامتلاك السلاح يوازي استخدامه. لذلك الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، خصوصا وأن كثير من المتغيرات قد حصلت في الدولة العراقية ونحن لم ندرك بعد هذه المتغيرات. الدولة العراقية التي تأسست عام 21 هي غيرها في العام 2003. في العام 21 الدولة العراقية تأسست دولة بسيطة ودولة مركزية، بل شديدة المركزية والصرامة. الدولة بعد 21 أصبحت دولة مركبة، ليست دولة بسيطة، ودولة لا مركزية وليست دولة مركزية. ولذلك جرى اختلالات في مبدأ الفيدرالية، وهذه الاختلالات أساسها بالدستور قبل أن تكون في الممارسة أيضا. زادتها الممارسة سلبية، خصوصا عدم الثقة بين الأطراف، الأمر الذي انعكس على صراعات، واتخذت هذه الصراعات أشكال مختلفة. بالدراسات المستقبلية، خصوصا دراسات العلوم السياسية وغيرها، دائما ما نضع 3 احتمالات: هل الجيوبوليتيك في المنطقة يتحرك عبر هذه التضاريس الوعرة باتجاه أن يتحسن بحيث تتحسن ظروف المنطقة أم لا؟ هل سيبقى هذا إلى حين، إلى 10 سنوات أخرى أو
عقدين آخرين من الزمان مستمر كما هو وضع الجيوبوليتيك، أم أن ربما سيتخذ أشكال مختلفة أخرى؟ هل سيتردى الجيوبوليتيك في المنطقة؟ هل سنرى سوريا مستمرة كدولة؟ أم أنها ممكن أن تتعرض إلى التصدع؟ حتى الآن الصورة غامضة. إلى أين ستسير إيران؟ هل سيستمر النظام الإسلامي في إيران على ما هو عليه؟ أم أنه سيتغير؟ هل سيتغير باتجاه الإصلاح؟ أم سيزداد تشدداً؟ وبالتالي يمكن أن ينعكس هذا التشدد على دول الإقليم ككل. هل ستبقى تجربة الإقليم كما هي؟ أم أنها تتصدع أو تتطور؟ كل هذا يندرج في إطار الدراسات المستقبلية التي لابد من التوقف عندها لمناقشة هذه الاحتمالات الثلاث الرئيسية لكي نرى ما الذي سيحصل لو حصل اتفاق غدا بين الولايات المتحدة وإيران على تسوية بعض مشاكل المنطقة. يمكن يصير تضحية بلبنان، يمكن يصير تضحية بسوريا لحساب الوضع الإيراني الداخلي، لحساب الملف النووي، أو لحساب على سبيل المثال عملية الانكفاء الداخلي دون التمدد الخارجي، أي تحول إيران إلى دولة وليس ثورة. كيف سيمكن معالجة هذا الموضوع؟ بالنسبة لنا ماذا سيكون التصرف في دول الإقليم ومنها إقليم كردستان؟ ماذا لو حصل هجوم إسرائيلي على إيران وهو متوقع أيضا، ممكن أن يحصل؟ ماذا سيحصل بالنسبة للإقليم؟ وماذا سيحصل بالنسبة للعراق كدولة ولدول الإقليم أيضا؟ كل هذه لابد أن توضع في الاحتمالات السياسية سلبيا وإيجابيا، أو أن يبقى الوضع ستاتوس كوا، أي أن يبقى الوضع الراهن كما هو. إذا استمر الوضع نحو الأسوأ، إيران متشددة والولايات المتحدة متشددة، يمكن أن يصير انسلاخ من بعض دول المنطقة، يمكن أن تزداد عملية التفتت والتشظي. في سوريا ممكن أن يحصل هذا، في اليمن ممكن أن يحصل هذا، في العراق ممكن أن يحصل هذا، ويمكن أن يزداد التشتت أو التشظي داخليا أيضا بحيث تصير احترابات محلية، احترابات شيعية شيعية مهيئة، واحترابات سنية سنية مهيئة، وربما احترابات كردية كردية أيضا مهيئة. كيف يمكن تحصين النفس إذا ما يحصل؟ هذا سؤال مركزي بتقديري. بالنسبة لي أعتقد أن أهم تحصين للنفس هو بالمواطنة، هو باحترام المواطنة، والمواطنة بالنسبة لي تعني مزيد من الحريات، مزيد من المساواة، مزيد من الشراكة والمشاركة، ومزيد من العدالة، لا سيما العدالة الاجتماعية. كيف يمكن في ظل دستور هش، في ظل دولة رخوة وفاشلة ومستشري الفساد بها، كيف يمكن للإقليم أن يعكس شيء من تجربته الإيجابية أو يتمسك بتجربته الإيجابية في ظل محيط معادي؟ هذا سؤال مهم بتقديري يحتاج أن نتوقف عنده. هذا واحد من الاحتمالات. الاحتمال الثاني أن ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على صعيد المنطقة إيجابا، كأن يجري التخفيف ويجري معالجة الأوضاع الداخلية بأن تتحسن العلاقات الداخلية ما بين
المجموعات الثقافية والهويات الفرعية مع الهوية العامة المشتركة، لكن هذا يحتاج إلى عدد من المستلزمات. واحدة من هذه المستلزمات إعادة النظر بالدستور، تحديد ملامح الفيدرالية في إطار التضاريس الجيوبوليتيكية الجديدة التي لا بد من اجتيازها مرحلة مرحلة وخطوة خطوة، انطلاقا من التجربة الفيدرالية الكونية. وهناك أكثر من 40 بلد طبق فيها النظام الفيدرالي، وحوالي ثلث البشرية سلكت النظام الفيدرالي. كيف يمكن أن نستفيد من هذه التجارب في ترسيخ اتحاد فيدرالي حقيقي قائم على أسس قانونية وعلى أسس دستورية؟ حتى الآن لا يوجد مجلس اتحادي. الملامح والحدود ما بين الحقوق والواجبات غير واضحة، غائمة أحيانا، تفسيراتها إرادوية في الكثير من الأحيان. القضاء لم يلعب دوره بما فيه المحكمة الاتحادية، المحكمة الدستورية لم يلعب الدور الكافي على هذا الصعيد، بحيث أن الوحدة الوطنية ما تزال هشة وضعيفة. هذا احتمال أيضا. احتمال آخر أن يبقى الوضع كما هو. بقاء الوضع كما هو ليس بمعنى الثبات أو السكون، وإنما العالم المحيط حوالينا هو المتحرك. بقاءنا يعني تراجعنا، يعني ذهابنا إلى القهقرة على نحو صامت. أما أن يتحسن الوضع أو يسوء الوضع لاحقا. إذا تحسن الوضع تحدثت عن المستلزمات، وإذا ساء الوضع هناك بعض المعطيات لا بد من أخذها بنظر الاعتبار عند الحديث عن هذه الجوانب. هذا أيضا يتعلق بالوضع العربي ككل. وضع سوريا، سوريا أيضا مهيئة. سوريا مطروح تقسيم سوريا أيضا. واحد من المشاريع المطروحة في المنطقة تقسيم سوريا. هذا تحدث به برنارد لويس منذ عام 1979. سوريا يفترض أن تصبح 6 دويلات، دولة في حلب ودمشق، دولة سنية في حلب ودمشق، دولتان يعني سنية في حلب ودمشق، دولة كردية أو دويلة كردية في عفرين والقامشلي، دولة درزية ترتبط بلبنان، دولة سنية أخرى تشكل مصد مع الأنبار، مع إقليم الأنبار، ودولة علوية في الجبل. هل يمكن هذا أن يحدث؟ لو حدث سينعكس سلبا على التجربة، على الإقليم. يعتمد أيضا على بقاء السياسة التركية على ما هي عليه، أم أن هناك تغييرات جيوبوليتيكية ستحصل في تركيا أيضا. هل ستبقى تركيا متمددة في العراق بقواعد عسكرية شبه دائمة راح تصبح، وبتدخلات بزعم البيكيكي خصوصا في منطقة جبل قنديل وغيرها؟ هل إيران ستبقى نافذة في العراق على هذا القدر؟ وكيف؟ هل ستبقى الميليشيات بالعراق متحكمة بالدولة العراقية بزعم أنها جزء من الجيش من الحشد الشعبي؟ هل يوجد في الدولة جيشان أم جيش واحد يفترض أن يكون؟ كيف يمكن ضم البيشمركة بحيث يحتفظون بخصوصيتهم في إطار الجيش العراقي؟ هذا كله جزء من الأسئلة التي تواجه الباحث وتواجه المعني في قضية التغييرات الجيوبوليتيكية التي يمكن أن تحدث في المنطقة. يمكن نضيف إلها عدد من القضايا المتعلقة بالوضع العربي، وأرجع هنا لموضوع صفقة العصر أيضا. الرئيس ترامب، الرئيس الأمريكي ترامب، خالف السياسة الأمريكية في 20 سنة الأخيرة، على الأقل منذ عام 96 كان الرئيس بيل كلينتون قد دعا إلى حل الدولتين. الرئيس بوش دعا أيضا إلى حل الدولتين.
والرئيس أوباما دعا إلى حل الدولتين. إجى الرئيس ترامب ألغى حل الدولتين ونقل السفارة إلى القدس وقال أن الجولان بحكم الأمر الواقع أصبحت إسرائيلية وهي سورية مخالفة بكل قرارات الأمم المتحدة. جاء ترامب يريد معالجة هذا الأمر. ما حصل في حي الجراح سيعيد ربما تركيب دول المنطقة على أساس الشأن الفلسطيني، وهذا أمر ربما جديد. صفقة العصر أصبحت الآن مختلفة عما جرى الحديث عنها في عهد ترامب. حتى حل الدولتين كان هناك مطروح ثلاث حلول للقضية الفلسطينية: حل الدولتين مطروح، حل دولة واحدة مع حقوق متساوية لسكان إسرائيل، هذا كان مطروح، ما يسمى بالأسرلة، والحل الثالث هو التطبيق. ما حصل في حي الجراح خلى هذه الحلول الثلاثة أمام وجهة نظر جديدة الآن، لابد من أخذ بنظر الاعتبار أن فلسطيني الداخل المليونين اللي هم بالداخل هم اللي قادوا عملية التحرك والتغيير مؤخرا. يضاف لهم مليونين في غزة، هاي 4 ملايين، يضاف لهم 1.5 مليون في الضفة الغربية، هاي 6.5 مليون بالداخل الفلسطيني، مع 6.5 مليون في الخارج الفلسطيني، صار المجموع 13 مليون إنسان. كيف يمكن التعامل مع 13 مليون إنسان بلا أي حد أدنى من الهوية الجامعة أو الحقوق السياسية، خصوصا وهم أهل البلاد الأصليين، مثل ما مطروح ويطرح اليوم وبكرة وبعد سنة وبعد 50 سنة؟ كيف يمكن التعامل مع 40 مليون كردي؟ لابد من أخذ هذه المتغيرات بنظر الاعتبار. مشكلة كردية في تركيا مشكلة ملتهبة وقائمة منذ عقود من الزمان، مشكلة كردية في إيران كذلك، والمشكلة الآن كردية في سوريا. كيف يمكن التعامل مع المشكلة الكردية في سوريا الآن بعد هذه التغييرات التي حصلت؟ هل يمكن العودة إلى النظام القديم؟ لا أتصور ذلك. هل يمكن إقامة فدرالية على قرار الفدرالية العراقية؟ حتى الآن الملامح غامضة وغير واضحة. بين الفشل والنجاح ثمة هو سحيقة أحياناً، يمكن أن نضع علامات على الطريق، جزء منها متشائم بلا أدنى شك بل محبط، وجزء منها ربما يشي بشيء من الإيجابية، ولكنه يحتاج إلى مستلزمات لكي يمكن النهوض بالوضع الجيوبوليتيكي بحيث يكون لصالح دول وشعوب وأمم المنطقة تتعايش مع بعضها البعض، تعترف كل منها بالآخر، تقيم علاقات على أساس المصالح المشتركة، تختار بنفسها شكل أنظمة الحكم التي تناسبه وبالوسائل الديمقراطية وباعتماد مواطنة متكافئة متساوية متعايشة، سواء كنا في كيانات مستقلة أو في كيانات منفصلة، ولكن على أساس مثل هذا التعايش. هذه مجموعة برقيات سريعة حاولت أن أبثها لغرض فتح الشهية للنقاش وللحوار وللاستماع إلى وجهة نظركم، وشكرا جزيلا. مشكلات الشرق الأوسط وهذا التوزيع الجيوبوليتيكي لهذه المشكلات، واستمتعت كثيرا بما طرحته من الأفكار العقلانية والتأملات في الخارطة المستقبلية للمنطقة، وهذه التأملات تشبه تأملات توفلر
حول خرائط المستقبلية للعالم. هذا جزء من هذه التأملات يبين لنا أن هناك خطورة عميقة جدا في مصير المنطقة. يعني المنطقة تعيش في حالة اللا استقرار وحالة عدم اليقين. هناك مخطط واضح وقديم لأجل تغيير تضاريس المنطقة جيوبوليتيكيا، وأشرت إلى برنارد لويس وخرائطه منذ سنة 1957 وهو يتكلم عن تفتيت المنطقة إلى أكثر من 43 دولة. 41 كيان. وبعد ذلك العقيد المتقاعد بيتر تكلم أيضا عن حوالي 30 دولة في المنطقة. إقليم كردستان أو المنطقة الكردية أيضا من ضمن محاور هذه التغييرات والتبدلات الجوهرية، لكن في كل هذا أصحاب المنطقة هم لا دور لهم في هذه التغييرات. يعني الدور يلعبه القوى الكبرى في هذا الموضوع. وأستاذ عبد الحسين تطرق إلى الدولة العراقية منذ 1921 والتغييرات التي حدثت. الدولة العراقية هي فكرة جديدة أيضا، هي دولة مذلة، يعني دولة تصاحبها حالة الإذلال، humiliations state. هذه الحالة بمعنى أنه أصحاب الدولة العراقية لا يلعبون أي دور في عملية التأسيس. ابتداء من 1921 ميسيس بيل وتشرشل هؤلاء لعبوا دورا المندوب السامي لعبوا دورا أساسيا في تحديد المصير هذه الدولة، ربطوها بمعاهدات مذلة 1925 1930 1948 حلف بغداد وإلى آخره. وفي العهد الجمهوري إلى 2003 أيضا هناك حالة إذلال داخلي وحالة إذلال خارجي، ضغوطات كبيرة على هذه الدولة. 1903 الأمريكان لعبوا في هذه المنطقة وأذلوا هذه الدولة. الدولة الآن كما أطلق عليها الدكتور عبد الحسين فاشلة أو رخوة أو هامشية، وأنا أقول أنها دولة مذلة تعاني الإذلال. صفعات يومية تأتي لهذه الدولة من قبل الأمريكان ومن قبل الإيرانيين. فلذلك أحسنت أستاذ عبد الحسين في تحديد ملامح هذه الدولة والمنطقة أيضا. أبارك فيك في هذا الحوار العقلاني، وأتمنى أن تستمر في طرح هذه الأفكار عقلا، وشكرا. كنا سابقا نؤمن بمقولة أن الشعوب تصنع التاريخ، لكن ما استشفيت من ما ذهب إليه أخي العزيز الدكتور عبد الحسين، أحداث المنطقة الشعوب لا تصنع تاريخها، بينما مجمل معادلات سياسية واقتصادية ومصالح أقليمية ودولية هي تتحكم في مسار الشعوب. ما حدث ما بعد الربيع، وأنا من المتأثرين بكتاباتي في أحداث الربيع العربي، قرأت كتاباتي أكثر من مرة عندما في مشروعات دراسات الوحدة عندما كتب حول رياح التغيير وهذه. لكن ما عقب رياح التغيير أدى إلى كوارث ومآسي في المنطقة خلال العقد الأخير من الزمن. فأيضا هنالك رؤية تشاؤمية لأحداث المنطقة. كنا نؤمن بالنظام الدولي الجديد وآفاق العولمة، والوحيد الذي لم يقل مرحبا بالعولمة هو أخي الدكتور شيرزاد النجار، لم يقل مرحبا بالعولمة. كثيرون قالوا مرحبا بالعولمة، الوحيد الذي كان متحسسا إلى العولمة وهو لديه مقولة أخرى أخي الدكتور شيرزاد. أوضاع الأقاليم ذات الشك وعدم اليقين للتعيش، حالة الشك وعدم اليقين. فتجارب جديدة مع بوادر النظام الدولي الجديد نشأت، لكن
قسم منها ما عدا تيمور الشرقية أدى إلى دولة، لكن الباقي وكوسوفو على ما أعتقد والجنوب السودان هذا تدخل الكنيسة كان واضح في تيمور الشرقية وفي جنوب السودان، تدخل الكنيسة كان واضح، مو إرادة الشعوب بينما الكنيسة واحترامي لنضالات هذه الشعوب، لكن الكنيسة كان لها دور كبير. أما الباقي فلا أمل لأن تصبح شيئا. هناك تطورات مقلقة في العلاقات الإيرانية الأمريكية وتأثيرها، تطورات مقلقة ويجب أن تنتبه الشعوب المنطقة وأخص منهم الكرد كحالة وحتى العرب كحالة أيضا، تطورات مقلقة ستؤثر على مصائر وأوضاع، لأن المصالح تتلاقى، تتلاقى المصالح. ويخطئ من يظن أنه يوم من الأيام انقطع التواصل الإيراني الأمريكي، لا، حتى في الحرب العراقية الإيرانية كان واضح حالة كونترا إيران وهذه الشغلات. فإضافات الدكتور عبد الحسين إضافات رائعة جادة وجديدة، وأنا أضفت بعض الحالات التشاؤمية وأمل أن لا تكون تشاؤم، لكن اللي بتشاؤم يا سيدي العزيز. شكرا جزيلا أخي دكتور. خير حضور الكرام، شكرا للمفكر الدكتور عبد الحسين شعبان على حضرته القيمة. عندي سؤالين. أولا، حضرتك تفضلت بأن هناك أربع أمم تعيش في هذه البقعة من الأرض في الشرق الأوسط، وهم الأمة التركية والعربية والفارسية والكردية، وثلاث أمم عندهم دول، والأمة الكردية مع الأسف لم تحصل على دولة مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تأسيس النظام الجديد العالمي. برأي حضرتك، هل متى تكون هناك أرضية لدى الشعوب ثلاثة الأمم الأخرى وأيضا على مستوى السلطات بأن تعترفوا بحق الكرد بامتلاك دولة مثل الأمم الثلاثة الأخرى؟ هذا سؤال الأول. السؤال الثاني، طبعا هناك مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في وجودها في هذه المنطقة، هناك أهداف، أربعة أهداف رئيسية لوجود أمريكا في هذه المنطقة. الهدف الأول هو حفظ أمن إسرائيل، الهدف الثاني هو الحفظ على أو السيطرة على الطاقة في هذه المنطقة الغنية بالطاقة والنفط والغاز، الهدف الثالث هو محاربة التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة والداعش والتي تظهر في العقود المقبلة، والهدف الرابع والأخير هو محاربة إيران أو التوصل مع إيران إلى هدف. أنا استبعد في السنوات المقبلة بأن تنسحب القوات الأمريكية في هذه المنطقة، ولكن إذا أخذنا نظرية بأن هناك هذه الأربعة أهداف لأمريكا أو المصالح الأمريكية تحققت، مثلا تحققت أو على سبيل المثال إذا توصل مفاوضات فيينا إلى إعادة إحياء الاتفاقية النووية مع إيران، وثانيا إذا تحققت المصالحة بين إسرائيل والدول العربية كما حصل بين إسرائيل والخمس دول العربية في ضمن إطار الاتفاق الإبراهيمي، وثالثا هناك اكتفاء ذاتي بالنسبة للطاقة في داخل أمريكا، يعني الأمريكا في المستقبل لا تحتاج هذه الطاقة لأنها هناك اكتفاء ذاتي وهناك نفط كافي في داخل الأراضي الأمريكية، وأيضا بالنسبة لداعش يعني ليس هناك يعني خطر قوي
بالنسبة لمخاطرة داعش على الأراضي الأمريكية. هل هناك سؤال هو هل هناك يعني احتمال أن تنسحب أمريكا قواتها في هذه المنطقة مثل ما فعلت في أفغانستان؟ وهل نحن في شعوب هذه المنطقة وخاصة العراق حاضرة بهذه النسيج وبهذه الوضعية بأن تقوم على قدميه بعد انسحاب أمريكا، وبالأخص يعني بعد ظهور الميليشيات بعد فتوى السيد المرجع علي السيستاني بظهور أكثر من 76 ميليشيا الحشد الشعبي؟ يعني ماذا تكون مستقبل العراق وشعوب هذه المنطقة بعد انسحاب أمريكا مثل ما فعلت في أفغانستان، وخاصة إذا رجع ترامب في 2024؟ وشكرا مرة ثانية لي. بين المواطنة وتمكين القوميات في دول متعددة القوميات على حقوقهم الأساسية. زنابك تفضلت بأن عدم أو هناك اضطراب في العلاقة بين حقوق المواطنة وحقوق المكونات في الدستور العراقي، وتطرقت إلى المادة 3 و9 و12 و149 و125 إلى آخره. ولكن أرى أنا أسوة بالسمات الأساسية في دساتير المقارنة من بوسنة هرزيغوفينا، سويسرا، كيوبا وغيرها. حضرتك جناب معلوم لدى الجميع بأن تلك الدساتير قد نظموا الأسس الأساسية للتعايش السلمي من جانب إرساء الحقوق للهويات، وأيضا من جانب آخر اكتمالهم في الحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية وإلى آخره، أي الأسس والبناء الهرمي التنظيمي الدستوري لحقوق المواطنة. لذا السؤال الأساسي هو عدم اكتمال أو عدم احتراف الدستور العراقي بالحقوق الرئيسية للشعب الكردي كأمة، والعلاقة المتبادلة أي خروج الأقلية القومية تحت أو بطش الأكثرية في العراق، وهذا هو الذي ينعكس سلبيا على بناء أو اكتمال المؤسسة الدستورية في العراق من المحكمة الدستورية إلى مجلس الاتحاد. وأشكر جزيلا. والسؤال الآخر أستاذ، يعني بالنسبة للرؤية المثقفين حول التعايش السلمي بين الأمم الأربعة في المنطقة، أعتقد يجب أن يكون هناك نوع من اقتراح حول موديل أو فورمولة الوضوع في إطار، خلينا نقول، إبداع قانون سياسي تعايش الكونفدراليات، تعايش القوميات وإلى آخره. يعني من هذا الجانب أعتقد أن الحوار من ناحية الإجماع حول بعض السمات الرئيسية الأساسية كالحوار والتعايش ونبذ العنف، هذا أشياء جيدة أساسية صحيح من جانب، ولكن من جانب الآخر الخطوة الأساسية الرئيسية هو اعتراف بكرامة الفرد الإنساني واعتراف بكرامة الفرد القوميات. يعني بالأحرى يجب أن تحظى هذه الإطار أيضا بالنقاش والتداول والحلول وإبداء الاقتراحات من هذه الجوانب أيضا. بشكر جزيلا. شكرا. نقطة سوريا، يعني المسألة تخص سوريا. طبعا بداية أشكر الدكتور سارو لدعوتنا لهذه الجلسة الممتعة جدا، يعني وحقيقة يعني كون أن الدكتور عبد الحسين تحدث عن مسألة الثقافة والتبادل الثقافي، فما يبهرني في أقواله أنه أحد المثقفين العرب النوادر جدا، يعني الذين يتمتعون بهذا الانفتاح والتحرر من الذهنية العنصرية، يعني لأنه نحن نعاني جدا من مشكلة المثقف العربي العنصري. يعني المحاضرة والندوة والجلسة النقاشية هذه يعني بالأساس انقسمت إلى جزئين، يعني جزء كان من المفترض أن يركز على الإنجاز التنظيري، يعني على الذهنية الثقافية والفكرية، الجزء الآخر على ما يمس الواقع، يعني الإجراءات الواقعية يعني في المنطقة. طبعا باعتقادي وأكرر ذلك كثيرا جدا يعني في ندوات ومؤتمرات ولقاءات،
الذهنية التي تأسست على الثقافة العنصرية أو الأنا المتضخمة والأنا الطاغية في الثقافة العربية الإسلامية كانت من إحدى أسباب تدهور الحالة الواقعية الآن. يعني لأنه التاريخ الإسلامي بشكل عام حتى إذا رجعنا إلى الشعر الجاهلي والإسلامي، التمركز القومي في العصر الأموي ثم الانفتاح والتفكك، يعني التحول إلى ما يشبه الفدراليات في العصر العباسي والشعوبية، يعني وبدءا من الخوارج إلى أن وصلنا إلى الآن، يعني كل تلك الأمور كانت تجري وفق معادلة ثقافية واحدة هي طغيان الأنا العربية. أنا لا أتحدث عن مثلا تحدث عن الأمة التركية والأمة الفارسية، الأمة الفارسية أمة عريقة، ولكن الأمة التركية أمة دخيلة على المنطقة، يعني دخلوا المنطقة في العصر العباسي، يعني فبالتالي هم غزاة واحتلوا المنطقة وأخذوا أجزاء من هذه المنطقة من دون وجه حق، فقط أخذوها بسنابك الخيل. يعني لذلك يعني من الصعوبة بمكان أن نستطيع التحاور مع الأمة التركية، نقول الأمة التركية يعني ذاك يشمل كازاخستان وأوزبكستان والمناطق الممتدة حتى القوقاز، يعني لأنه بالأساس الأتراك جاءوا من تلك المناطق. يعني الأمة الفارسية يعني هناك صلة قرابة بين الأمة الفارسية والكردية، يعني كون الطرفين يعني من العرق الآري. يعني الأمة العربية يعني حتى بتاريخ المسعودي عندما يتحدث أنه الأكراد يرجعهم إلى الأصل العربي، يعني هذا لم يأتي من فراغ، لأنه التعايش الطويل الأمد يعني في 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 العصر الإسلامي بين العرب والأكراد وأيضا التلازم الجغرافي بين الطرفين يعني أدى إلى تشابك جملة من العلاقات والثقافات والأفكار والطروحات، يعني فصار الأكراد هم الأقرب إلى الأمة العربية من باقي الأمم بسبب التداخل الثقافي. يعني يعني باعتقادي هذه الأنا كانت من إحدى الأسباب الأساسية لتدهور العلاقة الكردية العربية كونها. بالنسبة لسوريا يعني يعني حقيقة تحدث عن إيران وعن تدخلات الخارجية في سوريا، يعني حتى لو ضربت إيران بالأسلحة النووية إيران تشرشت وتعششت يعني كيف يعني تجذرت في المنطقة السورية. يعني إيران لم تعد يعني تمتلك سوريا من خلال ميليشياتها وقواتها الموجودة القوات العسكرية على الأرض، إيران بنت مراكز ثقافية نشرت ثقافتها وأفكارها في المجتمع، وبالتالي الآن يعني يمكنك أن تلاحظ أستطيع أن أعدد الأسماء، يعني قرية اسمها حطلة، قرية صغيرة على سكان 20,000 في غرب الفرات بالقرب من دير الزور، أصبحت مركزاً لنشر الثقافة والأفكار الإيرانية. طبعاً عندما أقول ذلك يعني يبدأون من الصغار من الكشافة ومن روضة الأطفال إلى أن يصل إلى درجة المنح الدراسية في الجامعات الإيرانية، يعني منطقة الميادين وألبو كمال وبقرص هذه المناطق، يعني بشكل عام السيدة زينب الآن وصلوا إلى حمص. يعني المسألة لم تعد قائمة فقط على العنصر العسكري أو حتى الاقتصادي، وإنما صار هناك عنصر ثقافي فكري يجتاح المنطقة، وبالتالي يعني جدا أراها يعني مستحيلة أو صعبة جدا يعني أن تنسحب إيران بهدوء بضربة عسكرية من سوريا، هذا غير ممكن. يعني حتى لو انسحبت عسكريا فستبقى لها شروش، استطاعت أن تستملك جزءا من المجتمع السوري، فهذا صعب جدا. يعني بالنسبة لتركيا، تركيا ترى بأن لها الحق يعني وفق اتفاقية أنقرة 1926 أنه عفرين وأدلب منطقة حلب وصولا إلى الموصل هي من أملاك الدولة العثمانية، فبالتالي ترى لها الحق في ذلك، وهذا الحق يعني هي تطالب به بشكل مباشر، فبالتالي عفرين لن تعود ببساطة هكذا، يعني لأن عفرين ذهبت بسبب يعني تشابكات دولية جد معقدة، يعني التناحر الروسي الإيراني في المنطقة، يعني الروس كانوا يودون أن يخلقوا توازنا بين العنصر التركي والإيراني في المنطقة فأدخلوا التركي لعفرين، يعني هذه مسألة معقدة جدا. الآن شرق الفرات طبعا تحدث أنه هل ممكن أن تنقسم سوريا أو هل ممكن أن يتغير النظام في سوريا، هذا الموضوع كان مطروح منذ 2011 بداية الثورة السورية، يعني نحن دفعنا ثمن غالي جدا يعني بسبب قراءتنا الخاطئة. يعني لو شخص بقامتك بأفكارك يعني كان موجود بتلك الفكرة يعني كان ممكن تجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها، يعني يعني حقيقة قراءتنا كانت خاطئة جدا، أنه بشار الأسد سيسقط بعد أشهر والأمور ستتحسن وتصبح سوريا واحدة من الديمقراطية والفيدرالية وإلى آخره. إلى الآن ليس هناك مشروع سياسي للحل في سوريا، حتى بالنسبة لنا يعني لنفترض أننا في ظل الإدارة الذاتية ليس هناك مشروع سياسي، يعني يطرحون مشروع طوباوي الأمة الديمقراطية، وهي الأمة الديمقراطية يعني المشروع طوباوي جدا، وعندما تسألهم يقولون نريد سوريا تعددية ديمقراطية فيدرالية لا مركزية. أوف
كل هذه المصطلحات، ما الفرق بين التعددية واللامركزية والفيدرالية والديمو، يعني مصطلحات بأوجه مختلفة تعطي معنى واحد يعني. فالإشكالية أنه نحن الكرد في سوريا لا نمتلك مشروع سياسي، ليس هناك موقف موحد، ولكن لدينا ظهير، لدينا دعم قوي جدا يعني. يعني الآن يناقش في الكونغرس الأمريكي منح قصد 80 دبابة برامز، يعني لو امتلكنا الدبابات بقي أن نمتلك الطائرات يعني. فانقسمت سوريا على أرض الواقع يعني، تصور بالانتخابات الرئاسية لا صناديق انتخابية في كل شرق الفرات يعني، وشرق الفرات هي سوريا المفيدة، كل الغاز والبترول والقوة المائية والزراعية والإنتاجية في شرق الفرات. يعني كانوا يضحكون على العالم أن سوريا المفيدة هي الساحل، حقيقة سوريا المفيدة هي المناطق الغنية بالثروات في شرق الفرات يعني. فبالتالي يعني تقريبا نحن باتجاه تقسيم سوريا، واقعيا سوريا مقسمة، إدلب إمارة، شرق الفرات إدارة مستقلة، مناطق الدروز لديهم إدارة ذاتية تشبه إدارة قسد يعني، منطقة المحادية للحدود مع الأنبار وكذا، منطقة الصحراوية يسيطر عليها جيش الثورة، أحمد العودة وآخرون يعني بدعم أمريكي. فسوريا مقسمة. إذا ضمن الشروط الموجودة على الأرض يعني لا أفق أمام سوريا إذا تفتتت سوريا. طبعا ليس من مصلحتهم تفتيت سوريا الآن، لأن إسرائيل لن تستفيد من ذلك، وإنما من مصلحتهم أن تبقى سوريا دولة هشة، دولة فاشلة ضعيفة منزوعة السلاح، فيها نزاعات وصراعات عرقية طائفية يعني. من ما تأسست الدولة السورية من 1918 يعني، سوريا دولة هشة يعني، وكان سوريا أصلا خمس دول كما تفضلت يعني، ولكن المصلحة الفرنسية البريطانية وبسبب الأتراك كانوا في الحرب العالمية وقفوا إلى جانب ألمانيا كذا يعني، فجعلوا من سوريا دولة واحدة، ولا كان سوريا دولة يعني متعددة الأخطاء يعني. كنا رأينا عشرات الأعلام التي ترفع فوق إمارات متناحرة. فأنا أعتقد يعني إيران، تركيا، المصالح الروسية والمتعلقة بالغاز وكذا، لأن أصلاً سوريا نقطة تمركز جيوبوليتيكية خطيرة جداً في المنطقة يعني، على حدود إسرائيل وعلى حدود الأردن وعلى حدود العراق وعلى حدود تركيا، ومنطقة عبور إلى المتواصل من التابلاين من بدايات اكتشاف النفط إلى الآن، السيل الشمالي والسيل الجنوبي والأمور المعقدة جداً المتعلقة بالاقتصاد. فمن مصلحتهم أن تستمر هذه الأمور عشرات السنوات يعني. أنا أعتقد فترة بشار ليست تستمر سبع سنوات أخرى يعني على هذه الحالة، على هذه التقاطعات والتجاذبات والتشابكات، ولا يعني لا حل في الأفق يعني حاليا، كون ليس هناك مشروع سياسي للحل. شكرا. شكرا دكتور. شكرا. جولة أخرى يعني، أبدأ من حيث انتهى الصديق دكتور. أنا فريد سعدون. اسمي فريد سعدون. نتشرف أستاذ فريد. ثلاث مشاريع رئيسية في المنطقة. المشروع الإسرائيلي هو المشروع الأول، ومشروع واضح المعالم، ماذا يريد، أين سقفه، كيف يتمدد إلى آخره. هذا المشروع صار له 73 عام قيد التنفيذ والتوسع على أقل تقدير. المشروع الثاني المشروع الإيراني، مشروع واضح المعالم بهوية أيديولوجية وبغطاء مذهبي واضح المعالم، مشروع قومي بثوب أيديولوجي طائفي مذهبي. المشروع الثالث المشروع التركي، مشروع أيضا أيديولوجي قومي بهوية مذهبية أحيانا يظهر، سواء بتدخلاته أو بامتداداته الإقليمية. ما هو غائب مشروعان رئيسان في المنطقة؟ لا وجود لمشروع عربي، ولا وجود لمشروع كردي موحد على الأقل. هذان المشروعان إذا ما قاما يحدث هناك نوع من التوازن. مصلحتهما أن يتعاون مشروع كردي مع مشروع عربي في مواجهة هذه المشاريع الثلاثة، خصوصا وأن هذه المشاريع بالرغم من تقاطعاتها هي متقاربة على نحو معلن، وأحيانا تحت الطاولة وأحيانا في الصلب أو بالتلاقي المصلحي لهذه المشاريع.
أنا أظن أن وجود مشروع كردي موحد على فضلت الشرش إلى مهمة الأمة الديمقراطية إيران كانت تشجع أفراد الإيران أحيانا تقدم لهم تشكيلات ليس لسواد عيونهم بمقومات الدولة الإيرانية ووفقا لموضوع تقرير المصير دول أخرى سوريا تشجع أفراد الإيران وفقا لي لا تلبي حقوق مواطنين القانونية حقهم الأساسي بالجنسية كانوا محرومين لذلك التقاطعات الكردية خطيرة جدا مثل من التقاطعات الأخرى لأن العرب يكونون حوالي 360 مليون بالمنطقة لهم دور في أنهار وفي بحار وفي ثروة نفطية وثروة غازية وثروات طبيعية أخرى وامتداد جغرافي هائل من شمال أفريقيا حتى الخليج العربي. كل هذا يمكن لو شكل من أشكال التنسيق أو التعاون فيما بينهم لكان وجه المنطقة كان تغير ولكان انعكس إيجابا حتى على الشعوب الأخرى بالعلاقة الصداقية وبالعلاقة الودية. متى تتوفر الأرضية للاعتراف بحقوق الكرد؟ أنا أعتقد إذا ما أقيم حكم ديمقراطي حقيقي بالعراق، سوريا، إيران، تركيا راح توفر أرضية مناسبة للاعتراف بحقوق الأمة الكردية بما فيها حق إقامة الدولة. وحق إقامة الدولة إذا ما وصلت العلاقات ما بين الأطراف المعنية إلى طريق مسدود عند ذاك لا بد من التفكير بإقامة كيانية ما سميها ما شئت دولة وهي مثل ما وصفها الزعيم الاشتراكية الدولي لينين اعتبرها أفضل الحلول السيئة أو الطلاق بالتراضي عند ذاك يمكن أن تقام دولة ودولة كردية لها مقومات الوجود ومقومات الوجود الأولى هي البحث في مسار النضال المشترك خصوصا بينها وبين الشعوب التي تعيش بين ظهرانيها سواء الشعب الإيراني والشعب التركي والشعب العراقي أو السوري أو غير ذلك. هنا ينبغي أن يصار إلى تعزيز العلاقة مع القوى التي تؤيد حق تقرير المصير بشكل يؤدي إلى الاعتراف المتبادل. وأعتقد أكثر القوى كانت في المنطقة مؤيدة لمثل هذا الحق اليساريين في المنطقة خصوصا بالعراق. يمكن أكثر من أيد القضية الكردية من كل العرب هم بالعراق، ولذلك القضية الكردية كانت تحظى باهتمام في برامج الأحزاب والقوى السياسية. يحتاج أن تتوفر عدد من العوامل، مستلزمات وحدة كردية داخلية، مستلزمات صعود تيار مدني حقيقي في العراق يعترف بحقوق الشعب الكردي. إذا ما تفاهم الطرفان على هذه المشتركات يمكن أن تقوم أي كيانية بدعم ومساعدة ومساندة من الأشقاء العرب أو من الأشقاء في دول المنطقة. تنسحب أمريكا، هل ستنسحب أمريكا من المنطقة إذا مقصود الانسحاب العسكري مثل ما حصل بالعام 2011؟ الوجود الأمريكي باقي، العراق مقسم حاليا، مقسم بين دولتين
بين إيران من جهة التي لديها قوى ضاربة على الأرض وبين النفوذ الأمريكي. لا يمكن الآن أي قرار مصيري يطلع بالعراق إذا ما يكون الدولتين أما اتفقوا عليه أو اختلفوا عليه بحيث فاز طرف على حساب طرف آخر. أمريكا عبر اتفاقية الإطار الاستراتيجي، واتفاقية الإطار الاستراتيجي هي استمرارية للاحتلال على نحو تعاقدي أو تعاهدي، أي أن الاحتلال باق على نحو تعاهدي، في حين النفوذ الإيراني حتى وإن لم يكن عسكريا ظاهرا فهو موجود ونافذ ومؤثر في القرار العراقي من رأس الدولة حتى ذنب الدولة إذا جاز التعبير. وجود الميليشيات أيضا عامل مؤثر في صنع القرار العراقي وفي اختيار القرار العراقي. لهذا أقول لا يمكن أيضا أن تنسحب الولايات المتحدة بالطريقة اللي واحد يتصورها كأنها تترك المنطقة أو تترك شعوب المنطقة لحالها لتحل قضاياها دون تمكن هذه الشعوب من حقها في تقرير مصيرها على أرض وطنها حقيقة. وهذا لن يتم مع وجود إسرائيل طالما الهدف الأول هو حماية ما يسمى بأمن إسرائيل. لابد إذن من قيام دولة فلسطينية لها كامل الصلاحيات على حدود الرابع من حزيران عام 1967 يعترف بها أمميا. عند ذاك يمكن أن يتحقق سلام حقيقي بالمنطقة. نظرة العداء للولايات المتحدة ستختلف، شعوب المنطقة كلها تنظر للولايات المتحدة باعتبارها عدو طالما تقف مع إسرائيل ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وهذه مشكلة مستعصية تكاد تكون. عندما قيل أن العراق سيكون مثل اليابان ومثل ألمانيا، أنا شخصيا أول من قال ربما أن بوجود إسرائيل لا يمكن أن تقوم، لا يمكن أن يتحول العراق يصير مثل ألمانيا ومثل اليابان. هناك عامل مزعزع للسلام في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية، نرجع لها، دون حلها، حل عادل، لا يمكن أن تنهض شعوب المنطقة نحو التنمية والتقدم، وأقصد بالتنمية التنمية الشاملة ذات البعد الإنساني بجميع جوانبها. الربيع العربي رغم ما حصل حتى الآن في دول المنطقة، كان يفترض موجة الربيع العربي اللي مرت على أوروبا أن تصل إلى شعوب المنطقة. هذا هو الربيع الثاني. الربيع الأول حصل بثلاث دول أوروبية غربية كان فيها أنظمة دكتاتورية، في اليونان وفي البرتغال وفي أسبانيا خصوصا بعد موت فرانكو، وفي البرتغال بالقضاء على الجنرال سالازار والجنرالات في اليونان. كان هذا في السبعينات. انتقلت هذه البلدان إلى بلدان ديمقراطية بدساتير بنظام انتخابي بتلبية حقوق الإنسان إلى آخره إلى آخره. التغيير الثاني أو الربيع الثاني حصل بأوروبا الشرقية بانهيار الأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية وفي بعض دول أمريكا اللاتينية أيضا ودول بعض دول آسيا وأفريقيا. كان يفترض أن موجة الربيع الثاني أن تمتد إلى المنطقة إلى بلدان الشرق الأوسط. للأسف انكسرت هذه الموجة عند شواطئ البحر المتوسط لأسباب تتعلق بمصالح القوى الكبرى لا سيما الولايات المتحدة. لكن موجة الربيع الثالث حلت بعام 2011 وفي يعني واستمرت. أنا أعتقد أن هذا المسار سيستمر لعقدين وربما لثلاثة عقود من الزمن، سوف لا ينتهي.
رغم ما صار من مساوئ وسلبيات، لكن هذه الموجة فيها إيجابيات بعيدة المدى. الثورة الفرنسية عندما حصلت في عام 1789، في السبع سنوات الأولى قتل فيها 4 مليون إنسان. جاءت النتائج بعد 100 عام. لا ينبغي نحن أن ننتظر 100 عام، ولكن بحكم العولمة وبحكم التطورات والثورة العلمية التقنية، ونحن على مشارف الثورة الصناعية الرابعة الآن، الديجيتال والطفرة الرقمية وغير ذلك، العصر الرقمي، كل هذا يمكن أن يعجل في مسار عملية الانتقال. الآن لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحديث عن نظام شمولي جديد يتأسس في المنطقة بغض النظر عن أي شيء آخر. لا يمكن لجهة واحدة أن تحكم، لا يمكن لدكتاتور واحد أن يستمر في الحكم إلى ما لا نهاية مثل ما كان في السابق. صار إقرار بمبادئ التعددية بالتنوع، صار انبعاث للقوميات، صار انبعاث للهويات الفرعية. لكن حتى ترسو هذه على سكة واضحة وتستقر هذه البلدان، تنتقل من حالة اللا استقرار إلى حالة الاستقرار، هذا مسار، هذا المسار سيطول. سنجرب، نخطأ ونصيب، نقع ونقوم، وهكذا إلى أن ترسى على أسس. هذه الأسس يحتاج ربما إلى عقدين أو أكثر من الزمان، لكنها ستسير رغم المنعرجات، رغم الانكسارات، رغم الارتكاس، رغم الانحناءات ووعورة التضاريس، لكنها ستسير إلى الأمام حتى وإن كانت ببطء. هذا البطء يؤدي ربما إلى التراكم، وإذا ما حصل هذا التراكم بالتدرج ووصل إلى نقطة معينة، سينتقل من التراكم الكمي حسب قوانين ديالكتيك إلى التراكم النوعي بإجراء حالة من التغيير الحقيقي. لست متشائما بالرغم من كل ما حصل، لست يائسا، العفو، قد أكون متشائما لكنني لست يائسا. التشاؤم تشخيص للحالة. إرادة المقاومة، الاستمرارية في الإقرار للمبادئ التي جرى الحديث عنها، هذا ربما سيؤدي إلى تجاوز عملية التشاؤم بالتدرج مع مرور الزمن. يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى إرادة موحدة. هذه الإرادة الموحدة لم تتوفر بعد. عندما نتحدث عن الدستور على سبيل المثال، كيف يمكن النظر إلى الدستور مثلا، كيف يمكن النظر إلى الدستور إذا استمرنا بالحديث عن المكونات؟ راح نصل إلى نتائج أخرى. على سبيل المثال، أي المكونات التي يتألف منها العراق؟ يجري حديث عن 3 مكونات. يجري حديث عن مكون كردي ومكون شيعي ومكون سني. أين عرب العراق؟ عرب العراق يؤلفون 80% من سكان العراق. وين الحديث عن العرب؟ لماذا أصبحت العروبة مرذولة أو منبوذة؟ هل العروبة لصيقة بصدام حسين بالدكتاتورية، أم العروبة نحن العرب، نحن عرب العراق؟ ولهذا هذا أيضا اختراع لتعويم، كأنه صنع الدستور صناعة، الهدف يصل إلى نتائج أخرى. كنت أتمنى أن يكون هناك اتحاد عربي كردي، اتحاد فدرالي عربي كردي بين العرب والأكراد، والعرب فيهم سنة وشيعة والأكراد فيهم سنة وشيعة على سبيل المثال، والمجموعات الثقافية الأخرى لها حقوق الإدارية والثقافية محترمة في إطار الاتحاد الفدرالي العربي الكردي، أو كان يكون هناك اتحاد جغرافي مع أخذ بالنظر اعتبار حقوق الأمة الكردية، حقوق الشعب الكردي. يحتاج إعادة تركيب لبعض المفردات.
منذ متى جرى الحديث عن مكونات؟ كلها جاءت مع الموجة. هذه الموجة ربما ستنكسر، ربما ستصل إلى طريق مسدود، لكن يحتاج إلى شغل، وهذا الشغل طويل الأمد. إذن في هناك مشكلات حقيقية واجهت التشكيلة الجديدة التي جاءت بعد 2003، وهي تشكيلة فيها شيء من الارتياب بحكم العنصر الخارجي الذي دخل على الخط، وهذا العنصر دولي من جهة وإقليمي من جهة أخرى. إيران يهمها الحديث عن الشيعة، تتحدث عن الطائفة والمظلومية وإلى آخره وإلى آخره، وتركيا لديها مصلحة، مرة تنطق باسم الإخوان المسلمين، مرة تنطق باسم التركمان، مرة إلى آخره. لهذا أقول هذه الصورة هي ليست صورة نهائية، وصورة العراق صورة مهتزة الآن. الدولة العراقية نشأت، ذكر الدكتور شيرزاد، نشأة غير سوية، نشأة بإرادة خارجية، والإرادة الخارجية استمرت، هذه الإرادة الخارجية استمرت بأشكال مختلفة. لدي كتاب عن العنوان العراق الدولة والدستور، من الاحتلال إلى الاحتلال، انتقلنا من شكل احتلال إلى شكل احتلال آخر، حتى وإن كان هذا الاحتلال تعاهديا أو تعاقديا أو احتلال عبر كيانية غير معلنة، سميها ما شئت، اسم مرجعيات، اسم كذا إلى آخره، ولكن دخلت عناصر جديدة على الدولة العراقية. منذ متى يجري الحديث عن مرجعيات عشائرية ومرجعيات دينية أو طائفية بحيث تكون فوق الدولة العراقية؟ الدولة العراقية عندما تتحدث عن دولة، الدولة لها مقومات، ثلاث مقومات أساسية: شعب، حكومة، وأرض. ضيف لها مبدأ السيادة على سبيل المثال. هذه هي الدولة، وهذه لها كيانيتها وأساليب حكومها البيروقراطية. كيف يمكن أن تضع مرجعية فوق مرجعية الدولة؟ مرة مرجعية طائفية، مرة مرجعية عشائرية، مرة إلى آخره. هذا الأمر طارئ، ربما ظرفي مؤقت، ربما لن يستمر، لأن أنت يا أما مرجعية الدولة أو لا مرجعية. ولذلك يجري الحديث عن الدولة واللا دولة بالوقت الحاضر. ماذا يعني اللا دولة؟ معناه دويلات داخل الدولة، معناه انتشار السلاح، معناه امتلاك السلاح يوازي استخدامه أحياناً.